بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى جل شأنه: إلهي وحليه جل شلاله، وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. وقال نسوة هوين وحيراهن هوين كاسو في المدينة مقالذي دحذذي كسقنا هوين كي مقالذي كسقنا وحيراهن امرأة العزيز منكي عزيز كاها وبقر كاها هوين ايدي سي تراود وحي دلبني فتاها ويلكيدي أدونكاها وقرقيدا كنولا أي عن نفسه نفتيسي أي كدلبني. إلهي سبحانه وتعالى وريوحو بنا وسوى هدلا أي قصة النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام. قصة ماليه قد بيسي وحان سوق هذا النبي مركي أرنكي يعني نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أي فاحشدي كدلبتي هوين أيدي ومركه أرنكي وعداده ننكي هوين تقبي إنو ننكي كل دردارمي نبي الله يوسف وأوير يوسف وأعرض عن هذا أرن كان هفافن كسي جيسو أرنتي مركه ويفافت يعني بأي وصيلة وبأي طريقة وصيلة دي دونتا مجيد كي دونتا هكوفافت أرنتي مقالة دي قشي محايا لي وحيالها أسباب تفافنا يوحاكم دا gurigaan wuxuu ahaa nin madax ayuu ninku ahaa haweenayda qabay qofka sideedana yaacni magac leh waxyaalaha zaladiisa oo uu galana si fudud ay u faafaan qofka duu magac leeyahay waxyaalaha sanbirrixaadka uu galo si fudud ay dadku ay isugu gudbiyaan walidaalika waxaa la yiraa zallatu shahiri yudrabu biha tabal qofka caanka waxaa la yiraa gafkiisa iyo khada uu galo durbaana lagu garaaca durbaan ayaa lagu tuba yaani si degdeg ah loo faafiyaa zallatu shahir yudlabu biha tabal qofka caanka zalladiisa iyo gafkiisa waxa lagu garaaca durbaan marka maadaama haweenaydan guri yaani madaxa ay joogtay oo qoys sidaas magaalada caanka ah ay ahaayeen arinkii marka uu faafay si fudud ku faafay haweenki markay maqleen magaalada joogay way hadleen oo waxay yiraahdeen امرأة العزيز ننك عزيز كاها أو بغر كاها هوين ايديسي تراود وحي دلبني فتاها ويل كيدي دلنت يرا أو يعني أدون كيدي أو كلاها أي عن نفسه نفتيسي أي كدلبني تراود يعني أصلهان وحوها فعل كان ماضي إن لعبره لكن وحا مضارع لوغ عبره وحوه واستحضارا لهذه لتلك الواقعة الغريبة السابقة arintii waaqicada ah ee dhacday oo gariibka ahayd ayaa waxa laga dhigaa wax hadda ku hortaagan oo kale si loo soo xadirsado arinta gariibka mudari looga cabiray marka waxay yiraahdeen waxa la yaab leh wiilkeedii gurigeeda ku noolaa in ay markaas dalbato oo adoon oo kale u ahaa qad xaqiiqa shagafa uu qalbi dilaaciyay wiilku haweenaydii xubban من حب جعلان وقلبك كد اللاعي شغفها وحالها كان من الشغاف شغافك وحالها إلى حب كور يكسن قلبك حب كقلبك يعني كور يكسن وحالها إلى الشغاف مركب إلى جيدة وحوه قلبك يكنح قليو وإن دئي يدقك لمالهن ساسي كعن باريين ووراركي أي كفافيين قد حقيقة شغفها وقلب الدلاعيي ويلكو ها هوينيدي حبا من حب جعيلهان وقلبك كد اللاعي قلبك دو نحجيحي وهير كاسو كقاري إنا أنقول نراها هوينيدا سوان أركينا في ضلال بادي إني كد حجفتو أيان أركينا ضلال كاسو مبين اسكعب أي بين بادي عاد إني كد حجفتو أيان هوينيدا سأركينا سداسا اللي سلا نحمري وراركي ويفافين فلما سمعت هوينيدي مركي مقشي بمكرهن هوينكاس هقر دامدو دي مركي مقشي يوحيالها إفافنا يان
أرسلت ويدرت إليهن هوانك وورك فافنا أي أدرت فرتين أدرت وحيتري هاي ماذا إسلامها وأعتدت ويدياري لهن هوانك متكأ مكان حصليسي مكان حصليسي ودياري مال حصل الله لصارته يعني قريقا وحوها قريق مركز يعني نين مضحو اسكالي هاي هانتذي سنة ايتاي هانتذي بلاران مركز ميلا حصل كالله سارتو سيدة دادك مترافين تا قريقه دايهين ميلا هاسي ادياريس وآتت وحيسي سي كل واحدة هوين ايكستا هوين تاسو منهن هوينكي كمدا سكينا مدي ايسيس سكين توحالو لجيدا مدي مدول بوحي اديبتي مدي ومركها وحي كتري يعني قاب وحمرتقاد عملا قبا وانا تهيلب كان يقو قويسان قدارتا ادقو قويسان وحبي سوهر لكت وقالت وحي تري هوان ايدي اخرج بح يوسف عليهن هوان كان بشو ذا كبح يعني ما دام اي كردقنا ايان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وحي او استخدام سنايان او يو اديك سنايان بمنزلة العبيد سيدي الضومد اللو اديك سدوك مركا هوانكي يعني قاب مرتقاد عمل اي او دياريسي اي او حيلادة هرتو كبح بحو مرمر بل وحا ان اركي ايقون هيلا اركاني وحا ان اركي هيلا اركاني بل مرة حق سيمر مرة حق سيمر وأضون او كلي كردقان ايان نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام وهواني دي سداس ايو عمر يسو فلما رأينه مركي أركان يوسف أكبرنه ويوينيين وحوين أي مركز لن نغضي يعني وينين تسمح للجهد حق قروح ذا إيه جمال كيس وحلياب له إن ويهي أي أركان وقطعن وحي قوقوين أيديهن قعمه ذي قوقوين وقلنا مركز وحيراهن حاشا لله نزهنان إلهي أسقناتي وإلهي حماته لن أكدريهي ما هذا كان معها بشرا روح بن آدم كان معها إن هذا ما هذا روح معها إلا ملك ملك مويه ملك أسو كريم وناكسا وحوي عدي وحي اسكجر جران قعمه قعمه قويني مدرين سنة انتاس وحي كن مشغولين نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام جمال كي يقرح دي إلهي وقد يقول سبحانه وتعالى يكون مشغولان وحيوما لا ينأيقو هيرب كي يقدارتي إنه جرجرايان أيقو نوحي جرجرايان قعمه دي جرجرايان مركاسي هادنا وليب هذا الكن يراهين وحي يراهين كان ابن آدم معها وملك ملك وناكسن وملايك تكمد ويه سورة النوع عان له سورة دي ابن آدم كان كؤر كي جرني ومباها نيراهين مركا وطبيعة بن آدم كام وطبيعة إنسان كي هوان كان إساقا سعلاني يعني صورة دو مركا قروح بدانتها يا بن آدم كالطبيعي سوحو يهي إني ملايك تكو شبهان إراهن قف كان قروح بدانا من ملايكا لكن أيه ولي قد ملايك ما أركن ملايك السيدة يؤتها الله ولي قد ما إيسان أركن لكن طبيعة بن آدم كي إلهي كو أبو روحي تهي وحا فالحنا إني إراهن ما الشيطانا فالحما وحن الشيطان مياه صورة دو قروح دو بدان إراهن وحن ملك مياه marka waxay isaga socdaan dabeecadii ilaahay insaanka uu ku abuuray wadaalku waxa dhici karta qofku markuu wax foolxun arko inuu leeyahay waxaan foolxun badan ama sheeydaan warigisna sheeydaan ma arkin suu yaalo sheeydaan laakiin gariizada insaaniyada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu ku dabeeceyay buqdiga iyo naciibka sheeydaanka iyo in wax uu foolxun uu yahay sheeydaanku ayaa ilaahay binaadamka xataa haduu san arkin warigis binaadamka ملايكتنا إني يعني قرحون تهاي أي ابن آدم كإلهي كل دبيعي مركة دبيع على أساس إساق سعلا مويه ولي قد ملك ما يسان أركن هوانك ملايك ما يسان أركن وحي راهن ما هذا كان بشرا بشر معها إن هذا ما هذا كان معها إلا ملك ملك مويه ملك قاسو كريم وناكسا قالت مركاسي وحي تري هوان أيدي فذلكنا مدكي الناس وحاس أدلي يابتين وأدليه إن ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم مدكاس الذي كيوي لمتنني فيه لحدي سادقو عنانتين لمتنني أدقو عنانتين فيه في الذي كاس لحدي سمدك أدقو عنانتين ومدك أدقو أدينيسين
odhahayseen maaragta yani wiil dhalinyaro ah ayay naftiisii ka dalbatay waxaad igu fadeexaynayseen maantaad haysaan idinkuna maantaad haysaan tir waxaad igu fadeexaynayseen mala maqla gadaal maqlaysaan وقضعنا قالت وحيت الهوانيدي فذلكن متك الناس وأدركتين الذي ومتك لمتنني أدعو آديسين وأدعو عنانتين فيه الذي قصده حيث وحي أدعو آدينيسين هدد هيسانيت وحي لها أن أركي بل إلى أركع محايا لي وليب أيقو السيدة النظام كأي سميان أيضا النظام كأي سميسي وحدي قدران أيضا قعمنا إسكما جرجرين jirkeedina iskama googoynin way arinteedu waxay ku sineed dalab qoon laakiin ayaga hadda islaamahan fadaaxada haysta waxa weey inay jirkoodii u jarjareen aragti kali ah aragti ay arkeen nabiyullaahi yuusuf suuradiisi iyo quruxdi ilaahay uu ku manaystay subhaanahu wa ta'aala jirkoodii ayaa googoan marka iyadii waxbayba sii dheeraadeen haweenaydii waxay tiri walaqad xaqiiqe راوته يوسف أنيقا دلبي عن نفسه نفتيس أنيقا كدلبي فاستعسما لكن وديدي بمعنى امتنع وايس دوري وايس إلالي ولقد حقيقة راوته أنيقا دلبي عن نفسه نبي الله يوسف نفتيس أنيقا كدلبي فاستعسما بمعنى امتنع وديدي وايس دوري arintii yaani banaankii soo dhigtay haweenaydi marka way cadeysay banaankii soo dhigtay maxay yeelay waxay haystaa waxyaalo mubarriraada oo markaas ay ku andacoon karto mubarriraadkaas markay aragtay arintii banaanka soo dhigtay oo waxay ku andacoon karto waxa weeye haddii gacantiisba hadii la iska googooyay maxaa lagu eedeynayaa way marka wayna banaanka u sheeday soo dhigay way marka diba gacmo la jarjarayba oo jirkiiba la jarjaray oo la dareemay way xanuunkii وين مركا رنتي أم بنانك صادقو مركا رفعت عن نفسها جلباب الحياة جلباب كي حشوت كي نفتي ذكا دغات مركا سي أرنتي دي بنانك صادقاتي مركا أنا أدل بدي لكن أسقو ديدي ولئن لم يفعل هدوسا سمين ما شيقي شيقا سو آمره أنو أن أمرايو ليسجنن لحبسي أو لحبسي أو جيل كالبقية ولا يكون أهاده أو أهاده من الصاغرين ذاتك الدلوبي أو في السجن جالك لحديث ذاتك كل دلوبي ونغندونا انت عسو هذا لا اسكد ودكت يعني مركي ايدي اسفضى حيسي او اي شاكتي ان اي ارن كان اي كدل بطيفة حشده فالحمد النبي الله يوسف او حشوتكي اي مال اسكدكتي اي هذا نوح حي كدرتي هنجبات oo waxay ugu jahanjabtay waliba faaxishada aan ka doonaayo iyo foolxumada aan ka dalbanaayo haduu san sameyn jeelka la dhigay wala habisa jeelka la dhigay taas yani waxaad fahmi in gurigu uu yahay guri madaxeed inuu yahay oo markaas qofkii dulmi la isaga xiri karo ayagoo wax dacwada iyo wax cadaalada aan la soo istaajin maxay naagtaan ninka qabo waa nin boqor ah marka awood iyo nufuudu ku leeyahay jeelasha nufuudu ku leeyahay marka waxa dareemi in haweenku xataa markaas gurigaas maadaama guri madax uu yahay iyadoon cadaalad qofka la soo marsiin in dulmi la isaga xiri karo oo iyadoo dulmi ay ku xiran karto iyadoo ku ribaynaysa markaas guriga imaarada ay degantahay guriga boqortooyada ay degantahay iyadoo markaas ku hanjabaysa go'aan iska qaadatay waa la xiraayti وظلمiga heerka ay ka gaareen markaas iyo meesha isku halaynayso isku hubaalay warka kuleeda marka waxay yani nafteedii ku kulmisay iqrar oo markaas yani ay isku qirtay macsiyadii inay ka dalbatay nabiyullaahi yuusuf alayhi salaatu wasalaam iyo hanjabaad inay ku sii madax adagtahay waliba arinkii waysan joojinayn hadda wala in lam yafcal haduusan samaynin ma sheegi sheegaas oo aamuruhu aan amraayo la yusjananna la xabise oo la xabiseeyada go'aanka yacni jeelka qaadanaysaba go'aanka xabsiga iyada qaadanay wala yakuunan ahaadee oo ahaadee min asaagiriina fi sijni jeelka dhexdiisa dadka ku dulloobayuna ka mid noqon doona markii hadalkaas ay tiri
oo hadalka ay ugu hanjabtay ayaa haweenkii meesha joogay, sida siyaaqa aayaddu ay u dhacayso, haweenkii gacmaha iska googooyey oo meesha jooga waxay ku yidhaaheen yaa yuusuf adic mawlaatak, yuusufow islaantaadan sayidka yacni kuu ah adic, haddayba dhahayso waan jeelkan dhigayo, jeelkuu ku dulloobi ama waxaan ka dalbanayo samayna, iska adeec, saasay ku yidhaaheen. Markaasuu ducaystay, qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi yuusuf, rabbi yaa rabbi rabbigaygiiyow, assijnu jeelka, in jeelka laydhigo lay xabiso, ayaa axabu la jacayl badan yahay ilaya xaggayga, mimaa shay layga jacayl badan yahay, shaygaasoo yadcuunanii haweenku ilay shayga xaggiisa ay ugu yeerayaan. yadcuunanii waxaa loo jamciyey oo nuunu niswo looga dhigay waxa weeye yacni kuwii kalaa kula taliyey, adic mawlaataka yidhaahay, sayidadaada adeec oo waxay kaa dalbanayso u samee. Markaasuu wuxuu yidhi haweenkan waxay iigu yeerayaan oo faaxishada iyo foolxumada ah, ilaahu waxaan ka jeclahay xabsiga, xabsigaan ka jeclahay, maxaa yeelay xabsiga waxa weeye dhibaatadiisu waa dhibaato dhammaanaysa, laakiin dhibaatada aakhiro iyo dhibaatada macaasidu dhibaato dhammaanaysa ma ah. Carada ilaahayana subxaanahu wa tacaala wuxuuba ka khatarsan. Marka saasuu muwaasano u sameeyey nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam, wuxuu yidhi wa ilaa tasrif, ilaahu haddaadan leexin, cannii xaggayga kaydahunna, hagardaamadooda islaanka islaamaha shirqoolka iyo hagardaamada ay iga daba wadaan, haddii aadan iga leexin, asbu waan u leexan ilayhinna, haweenkaas waxay igu yeerayaanan u leexana, haddaan u leexdana wa akun waxaan ahaanaa min aljaahiliina, kuwa jaahiliinta, alcaasiina lak, maxaa yeelay caasinta iyo dembigelidu waa nooc min aljahl, oo qofku wuxuu jaahil ka yahay xaaladdaas uu rabbi caasinayo cadamada ilaahay iyo haybadda ilaahay, si kastuu cilmi u leeyahay. Marka nabiyullaahi yuusuf sidaasuu ku ducaysta, wuxuu yidhi ilaahow, haddii shirqoolkooda iyo hagardaamadooda aadan iga leexin, waan u leexana, waxay iga doonayaan inaan ku dhaco ayay tegi haddaadan adigu xafidin oo shartooda aadan iga xafidin. Marka aayaddana waxay ku tusinaa qofka xafidan waa qofka ilaahay uu ilaaliyey, waa qofka ilaahay uu xafiday subxaanahu wa tacaala. Maxaa yeelay ambiyadii ilaahay sidaas u hadlaya, ambiyadii ilaahay waxay leeyihin ilaah haddaadan ilaalin, waan u leexana foolxumada ay igu yeerayaan. Maxaad u malaynay marka dadka kale? Fastajaaba, waxaa ajiibay lahu nabiyullaahi yuusuf, rabbuhu rabbigiisu wuu ajiibay oo ducadii rabbi wuu ka aqbalay. Fasarafa, ilaahay wuxuu ka leexiyey canhu yuusuf, kaydahunna, hagardaamadoodii iyo shirqoolkoodii ilaahay wuu ka leexiyey. Maxaa yeelay innahu ilaahay huwa samiicu, mid maqal badan weeyo, hadalladii iyo ducadii uu ku hadlaayey ayuu ilaahay maqlaayey. Alcaliimu, alla cilmi badan weeye, biaxwaali cibaadihi, addoommadiisa xaaladaha ay ku sugan yihiinna ilaahay wuu ku cilmi badan yahay. sidaasuu ilaahay ducadii uga aqbalay oo ilaahay wuu ka leexiyey yacnii kaydkoodii iyo shirqoolkeedii iyo faaxishadoodii waxay ka dalbanaayeen ilaahay wuu ka leexiyey subxaanahu wa tacaala. uma markaa kabacdi badaa lahum, iyaga waxaa u daahiray oo u muuqday, min bacdi maa ra'awul aayaati, aayadihii markay arkeen calaama, aayadaha waxaa loola jeedaa bimacna alamaaraat wallawaa'ih, waxyaalihii calaamaadkii markay isku geeyeen, calaamaadkaas yacni waxaa loola jeedaa markay arkeen qamiiskii markii hore ka dilaacsanaa dhinaca dhabarka, calaamay ahayd calaamo koowaad, in yacni isaga la dalbaday oo nabiyullaahi yuusuf faaxishada laga dalbaday calaamadii koowaad ayay ahayd. calaamadii labaad haddana waxay ahayd haweenaydiiyo qiratayba oo tiri walaqad raawadtuhu can nafsihi fastacsam, anaaba dalbadayba isagina waa diiday. calaamo labaad ayay taasina ahayd. ducadii uu ducaystay calaamo saddexaad ayay ahayd, uu dhahayay faaxisho waxaan ka jecelahay jeelka in lay dhigo, oo iyaguna ay maqlaayeen. calaamo saddexaad ahayd, waxaas markay isku aruuriyeen waxa u daahiray yacni dadkii guriga degay islaantii iyo qoyskeedii iyo ninkii iyo markaas waxaa u daahiray layasjununna, inay xabisayaan, ay xabisayaan hu yuusuf, ay xabisayaan oo jeelka ay dhigayaan xataa xiina ilaa muddo laga gaaro. calaamaadkii arkeen inuu beri yahay oo arrintan uusan lug ku lahayn way arkeen. markay arkeena haddana waxaa u muuqatay oo ra'yi ahaan ay u qaateen inay jeelka dhigaan, iska xabisaan,
ومركز محي بجالك أقول لك يا محوي وتبرئة لساحة أسرة الملك ساحة يعني إن لا إلاليو سلانتن ساحة دي عرض دي إن لا إلاليو محي يالي محوي محال لو حبسي إن ليرا وحال لو حبسي وحبال لوغ شكي انت سيكربان وبري ووضع عركين آياتي يرنوا أمو غضان إنه بريه نقول له يوسف عليه الصلاة والسلام هبنا الظلم يا اللوحري وحال لوحري إن ليرا كل وحبال لوغ عرك وحال جالك الوردي وقضاء وحاسي كربان بلا يداس إني فافت بلا يداس إني فافتي ربان مركا هدنا آياته يردن وي أموغضا ثم بدا ثم مركا كبعد بدا لهم بدا مركا فاعل كذو حان كدقينا السجن وانكفهمين السياق آيات ليسجنن هداس انكفهمين بدا لهم وحا أموغضي السجن حبس أي أموغضي من بعد ما رأوا الآيات آيديه علامات كي مركي أروريين وعلامات كي أركان كبعد وحا أموغضي سجني وحين يراهن مركاس ليسجنن إني حبسيان إني حبسيان أي مركا أموغضي هو يوسف أي حبسيان أما وحا كلوبنا فاعل كي نانكدقنو البداء ثم بدا لهم حا أموغضي البداء رأي عد أي أموغضي أو إيقاتين رأي قاسا مركا وحافصير آيان ليسجننه سجن قينو يهي رأي قاعدي قادن آيان جملة دنا فصيريس أما وحاكلو بنان فاعل كينان كدقنو جملة دنا ليسجننه على طريقة الكوفيين معين الكوفيين تاوحي قبان فاعل كينو جملة نغنكرو فاعل كين نفتيسو إنو جملة نغنكرو والجملة من الفعل والفاعل في محل الرفع فاعل بدا لديه كرو ساسي قبان رأي الكوفيين هذا أنت أسوي عرابات بيسجبنا أنت ثم مركع كبعد بدع اللهم يجي وحاء الظاهر أو مغضي من بعد ما رأوا الآيات آياته على موين كمركع أركان كبعد لا يسجننه أي الظاهر يجد مدار كوفين ترى يقولين آيات كسعته ويرجحيس ما هي لو فاعل كمركع في رسوله بكلعي لا يسجننه حبس كونه موقناي مركع كوفين جملة سلقت وفاعل حتى حين إلى مدن لقى جارو إن الجيل كديجا يعني حبس أيان وأن كاسي قاتين ومحنة كله يعني دبعتك له سلسلة دي امتحانات كهاي أو صومري كم تهاي النبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام أرنتي عيلك مركو كسب بتبالي وربي وكبت بالي سبحانه وتعالى فحشدي إسلامه أي كذا البنيس إلهي وكبت بالي سبحانه وتعالى هذا امتحان كله إن الحبس على قات ظلم كليث سقو بريئة ويقو أقيهين إنو بريئة هاي أيقو أنك قاتني ظلمي وحبسان ودخل وحاق علي معه نبي الله يوسف معيقيسة السجن جالكي وحا أصوق علي وحبسكي فتياني لبوي لو دلن يراه لبوي لو دلن يراه جالكي هادنا صوق علي لماشو واسك حبسي ومرو البابا دادا لسك كيني لبوي لو هادنا ميشي لكياني قال أحدهما لبدي المتكود وحو يري إني أنوغو أراني وان إس أركي أو يعني في المنام أولي جيدا هرددد دحليدا محان إسكو أركايي أعصيرو أنوغو قصايا خمرن خمر قصايا ساسان إس أركايي رؤيادا وهرددد محان كو أركي ونكر رؤيادي أنوغو قصايا خمر قصايا مركز ساسان كر رؤيادي مركا مفعولكي وحان كردقنا أول كاهاي ياو المتكلم كاس مفعولك الثاني كان وحن كدغني جمله اعصره ما هي الاراده والبصريه اولي هل مفعول قادنيسي همزه النقل يا قلي همزه النقل واسو هي او كردينه مفعول لبات مفعول لبات يسينه اني انغو اراني وان اسركاي في المنام فردده دخده وحن اسكو اركاي اعصره انغو قصايه خمرا خمرا انو قصاي اساسن كرؤيود وقال الاخر كيك لنا وحو يري اني انغو اراني انو وحن اسركاي أحمل أنيق وحمبارسن فوق رأسي مدح يقدشي سخب زن موفأن ومدح يقدشي سكسدة أيانا نكر رياض خبز جاس تأكل الضير شمبرت مركع عنيس منه خبز جاس حقيس أي كعنيس موفأن مدح كركي سكسدة موفدا سنا ومدح يقسارن شمبرة جوسنا أو عناي labadaas rooyay u keenay labadinin oo jeelka markaas la dhigay nabdiina nooga waran bi ta'wiilihi ta'wiil ar-ru'ya ru'yadan hadda aanu sheegney
fasiraadeeda bal nooga waran maxaa yeelay innaa annagu naraaka waan ku arkaynaa yuusufow min almuxsiniina dadka camalkooda wanaajiyey oo muxsiniinta inaad ka mid tahay saasaan kugu aragnaye oo calaamadaasaan hore kugu aragnaye bal noo fasir ru'yadan ta'wiilkeeda noo sheeg. Yacni labadaa nin markii jeelka ay soo galeen waxay arkeen calaamaadka nabiyullaahi yuusuf iyo habka u dhaqmaayo. Habka u dhaqmaayo markay fiiriyeen waxay ogaadeen inuu ahlulcilmi yahay, waxay kaley ogaadeen inuu maaragtaahay muxsin yahayna way ogaadeen. Sey ku ogaadeen marka inuu muxsin yahay? Inuu muxsin yahay waxay ku ogaadeen kutubta taariikhdu waxay sheegaan jeelka dadkii kula jiray, qof da'a haddii jeelka lasoo geliyo isagaa u khidmaynayay, haddii jeelka lagu xanuunsado isagaa qofkaas tamriidinayay, qof walba oo xabsigaa soo gala wuxuu u fidinayay gacan kaalma ah inta awooddiisa isagoo jeelkii ku jira nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam. Calaamaadkaasay aruuriyeen, markaasay waxay yidhaaheen ninkan waa ahlulcilmi, marka horaan kugu aragnay tiiraayeen inaad muxsin tahay, muxsiniinta inaad ka mid tahay waan aragnay, sidaas awgeed ru'yada noo fasir oo noo cabir. Qaala wuxuu yidhi markaas nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam, laa ya'tiikumaa idinma yimaado dacaamun dacaam, cunto quud idinma yimaado, quudkaasoo turzaqaanihi, quudkaas laydinku irsaaqo, quud laydinku irsaaqo idinma yimaado, ilaa hadduu idin yimaado nabba'tukumaa, labadiinan anigaa idinkaga waramaya, bita'wiilihi, quudkaas dacaamkaas fasiraadiisa anaa idinkaga waramaya, qabla an ya'tiyakumaa, quudkaas intuusan idin imaan ka hor ayaan idinkaga warami, wararkiisa aan idin siin. Waxay yidhi haddana waxyaalaha kaloo ilaahay igu mannaystay waxaa ka mid a, haddiiba cunta ay idiin timaado oo la yidhaah cuntaa laydiin keeni, intaan cuntadaas laydiin keenin ayaan idiin sheegi waxay tahay, noocay tahay, waxay ka samaysan tahay ayaan idiin sheegi, waxay ka mid tahay cilmiga ilaahay uu igu furay subxaanahu wa tacaala. daalikumaa, labadiinan midkiinaas lasoo sheegay oo min ata'wiil ah, min cilmi ta'wiil ah, oo waxaas aan sheegayo cilmiga ta'wiilka ah, mimaa iladii kii ayuu ka mid yahay, callamanii rabbii, rabbigay uu i baray, rabbigaya i baray, wax aniga jeebkayga aan ka keensaday ma ahee, waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa tacaala nicamka uu igu shubay ee cilmigaahu ka mid yahay. innii aniguna taragtu, waxaan ka soo tegay, millata qawmin, qoom diintoodii ayaan ka soo tegay, qoomkaasoo laa yu'minuuna billaahi, ilaahay aan rumaysnayn, wa hum qoomkaasina bil aakhirati aakhiro, hum iyagu kaafiruuna, kuwa ku kufriyey ayay ahaayeen. dadkii aan ka soo tegay, deegaankii aan ka soo tegana dad noocaas ah deganaa oon uga soo tegay. marka arintan fasiraadii intuusan u fasirin arrinkii ay weydiiyeen wuxuu dhex gashaday isagoo fursadda ka faa'iidaysanaya nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam inuu wacdiyo labada wiil, maadaama gaalo ay ahaayeen, maadaama laba wiil oo gaalo ay ahaayeen oo ilaahay aan rumaysnayn subxaanahu wa tacaala, fursaddana uga dhex faa'iidaystay. marka intuu yacni isagu ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka mid tahay ambiyada dariiqa ilaahay uu ku irsaaqay iyo huduu'a iyo deganaashaha iyo qadaha ilaahay siday ugu hoggaansamayaan, waa xabisan yahay, jeeluu ku jiraa, intuu isagu isku mashquuli lahaa meeshii wuxuu ka galay diin faafinba, diin faafinoo meeshii ka dhagkale, meeshii marka wuxuu ka bilaabay tarbiyaba, dadkii xabsiga kula jiray inuu tarbiyeeyo, inuu ilaahay baro subxaanahu wa tacaala, meesha qof walba ahay ka qalloocan tahay inuu ka toosiyo. yacni waa cagsiga uu samayn lahaa qofka aan ilaahay ku xirayn. qofka hadduusan ilaahay ku xirayn maanta dhan wuxuu ku mashquuli lahaa maxaa lagu xiray, cumrigiisa dhan xabsiga saasuu ku dhamaysan lahaa, maxaa lagu xiray iyo xaggee lagaa gaaray, xaggee lagaa socdaa, malahan culuum uu ka dhex furtay xabsigii dhexdiisa, culuum iyo towjiihaad iyo tarbiyo uu ka dhex furtay. arrinkan waxaa la mid ah walidaalika culimmadii fuqahadiina saasoo kale waxaa jiray sheekh la dhihi jiray Abubakar As-Sarkhasi oo aimada xanafiyada ka mid ahaa, waa la xabisay, dowladdii xilligaa jirtay ayaa xabistay. markaasuu xabiskii dhexdiisii wuxuu iska goray ta'liif, ta'liif uu galay, kitaabuu isaga dhex qortay xabsigii dhexdiisii, kitaabuu ku dhex qortay kitaabkan weyn oo hadda madhabta xanafiyada kitaabka ugu magac weyne la yidhaah Al-Mabsuud fi Al-Fiqh Al-Hanafi, xabiskaas dhexdiisuu ka soo dhex diyaariyey, ka soo qoray Al-Mabsuud, 15 mujalada lagu taabacay, 15 mujalada Fiqh Al-Hanafi
wuxuu ka alifay fi daakhil as-sijn u ka alifay markaas markuu rubac dhameeyaba oo kitaab midalan cibaadadka kale iyo markuu dhameeyo wuxuu leeyahay khususan salaatul jamaa'a oo kale markuu joogo wuxuu leeyahay hada ta'lifu man mana'ahu dhalamatu min ada'il jamaa'a kitaabul jamaa'ana habiskan kasoo dhex qoray waxana gacantiisa kitaabkan uu ku dhamaaday ruuxi madluumka aha oo jamaa'ada laga xabisay inuu guto jamaa'adina ana dadka ku buurinaya oo qoraya wana la iidiidii masaajidii aan ku tukado marka daabiga dadka saalixiinta ah oo ilaahay qadihiisa yaqaana sidaas ah amma qofka hadii ma aragtay daciiful himma uu yahay ama qadarta ilaahay uusan oqoonin wuxuu waqtiga isaga luminaa ama ay dhici kartaa cudurro uusan markaas yacni inuu isku rido ah maxaa lagu xiray wixii waa dhammaadeen waa lagu xiray arrintii hadday dhammaatay masaalixdaada aakhiro iyo middaada adduunya ku mashquul laakiin maxaa la ii xiray wax ka bedeli maysa waaqicaad ka suganta waqtiga ka iskaga kaa lumin midda kale amraad inay arrinkaas yacni kaasoo gaaraan ay cudurraba dhici karta walidaalika abubakar sirkhasi kitaabkaas almabsuud sijnigu ka dhex alif waa kitaab hadda madbuuca caadi yacni la iibiyo allahu subxaanahu wa tacaala aclam wajal